بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية دفعة نبض. اليوم راح نشرح إن شاء الله ثاني محاضرة من مادة الفاينل بعنوان الأديبوس تيشو اللي هو النسيج الدهني. طبعا هاي المحاضرة من أكثر المحاضرات بالفاينل، والطفها وخفيفة ولطيفة. تمام، بهاي المحاضرة حنحكي يعني عن النسيج الدهني. باختصار حتكون المحاضرة عن نوعين من النسيج الدهني، الأول اللي هو الوايت أديبوس تيشو، والثاني اللي هو البراون أديبوس تيشو. واحد وايت واحد براون. تمام، طبعا هون في جدول حطيته أنا من مصدر خارجي بيلخص كل الفروقات بين الوايت والبراون أديبوس تيشو. هذا الجدول بس نخلص المحاضرة إن شاء الله، لما ترجعوا له حتشوفوا جدول كثير سهل وجدول كثير مريح. طيب هون حنبلش بانترودكشن عن الاديبوس تيشو. حكي لك انه الاديبوس تيشو هو عباره عن كونكتيف تيشو، يعني نسيج ضام. احنا بنعرف انه مثلا المنطقه العصبيه بالاعصاب، الخليه العصبيه بنسميها نيورون. مثلا الخلايا تبعت الكبد لها اسم، الخلايا بتكون بالدم مثل الريد بلاد سيل او مثلا المايكروفيج، كل خليه بيكون لها اسم. الخلايا اللي بتكون موجوده او بتكون منتشرة أكثر إشي بالأديبوس تيشو اللي هي الأديبوسايت. فحكي لك إنه هاي الأديبوسايت أو اسم ثاني لها اللي هو الفات سيلز، هي بتكون بريدوميننت بهذا الكونكتيف تيشو. لما يكون إن الأديبوسايت أو الفات سيلز منتشرات فوق 50% تقريبا 50% بهذا الكونكتيف تيشو، بنسمي هذا التيشو أديبوس تيشو. تمام، أديبوس تيشو. هسه راح نحكي عن خصائص لهذا الكونكتيف او هذا الاديبوس تيشو. عفوا، حكي لك انه خلايا الاديبوس تيشو بتكون حجمها نسبيا كبير. هسه كمان شوي راح نعرف ليش حجمها بيكون كبير. تمام، ممكن نلاقيها بشكل ايزوليتد تكون لحالها او بشكل على شكل سمول جروبس. برضو كمان شوي راح نحكي ليش حتكون سمول جروبس، بس النقطة الأهم إنه هذا سواء كانت isolated أو كانت بسمول جروبس حيكون بين هذول الجروبس connective tissue. تمام، يعني حتلاقي هون سمول جروب، هون سمول جروب، سمول جروب، سمول جروب، ممكن تلاقي هون isolated، هون isolated، سمول جروب، وبين كل هاي يعني بين كل هذول الجروبس في عندك aggregation من irregular connective tissue. تمام، برضو الانتشار تبع هذا الأديبوس tissue بيكون large، يعني موجود بكثير أماكن في الجسم. تمام، لو نيجي نشوف نسبة الأديبوس تيشو في جسم الإنسان، حنلاقي إنه الأديبوس تيشو نورمالي ريبريزنت تقريبا من 15 ل 20% من نحكي البادي ويت، من وزن الإنسان بالرجال. بس بالنساء حيكون نسبة أكثر شوي. ليش أكثر شوي؟ لأنه في بكون نسبة الأديبوس تيشو بالبريست أكثر عند الفيميل. تمام، طيب شو الاشي اللي بيخلي الاديبوس تيشو تركز عند الفيميل اكثر من الميل؟ خلي هالجملة شوي، خلي هذا السؤال شوي، خلينا نقرأ الجملة اللي بعديها اللي بيحكي لك انه الاديبوسايتس are very active cells metabolically responding to both nervous and hormonal stimulation. يعني في عندك اشارات عصبية او هرمونات تيجي بتأثر على هاي الخلية الاديبوسايت. لكثرة هاي الإشارات اللي بتوصل الأديبوسايت نقدر نعتبر هاي الخلية الأديبوسايت تعتبر active cell metabolically، يعني إنها نشطة من حيث عمليات الأيض. طيب شو العمليات اللي بتخليها تكون نشطة؟ أعتقد بالبيو مر معكم إنه الجلوكوز مثلا إذا زاد مستواه بالدم وجينا بدنا نخزنه، فبنيجي بنخزنه على شكل نسيج. يعني أول شيء بنوديه للخلايا الجسم، في حال زاد عن حده بنصير نوديه للخلايا الدهنية بحيث إنها تخزنه عندها لحتى ما نحتاجه. تمام، طيب لو صار عندنا stimulation سواء كان عصبي أو هرموني، بيجي هذا stimulation للأديبوسايت، للخلية الدهنية. تمام، بيجي مثلا مستوى الجلوكوز في الدم منخفض، بيجي بحفزها إنها تحول الدهون اللي جواتها لجلوكوز اللي هو بين قوسين طاقة، يعني تحول الدهون المخزنة إلى طاقة عشان الجسم يستهلكها. وطبعا هاي في حالات انه ما في تغذية للجسم. تمام، بخصوص ليش الومن عندهم الاديبوسايت شوي اكثر، رح نتطرق لهذا الموضوع تحت. بس الفكرة انه في عندنا السكس هرمون هم بيحددوا يعني اختلاف في مكان تركز النسيج الدهني سواء عند الميل او الفيميل. فمثلا عند الفيميل اكثر اشي بصير في بتركز الأديبوس تيشو
أكثر بمنطقة البريست، فبالتالي ممكن هاي النسبة تزيد عن 15%. بالصورة قدامنا في عندنا وايت أديبوس تشو، تمام؟ هذا الوايت أديبوس تشو يعني من هون حتى تخرجوا هاي الصورة، راح كل ما تشوفوا حتعرفوا إنه أديبوس تشو لأنه شكلها كثير مميز. في شغلة حنحكي عنها هسه أكثر، نفصل الخلية الواحدة، بس بدكم تعرفوا حاليا إنه النيوكليس تبعت الخلية بتكون طرفية، بتكون عن طرف السيتوبلازم، تمام؟ طيب هون راح نحكي عن الأديبوسايت فانكشن، وظائف الخلايا الدهنية. في عنا 5 وظائف أساسية لهذا النسيج كنسيج، تمام؟ لأنه كمان شوي راح نعرف إنه في اختلاف أنواع بالأديبوس تيشيو، وكل نوع من الخلايا له وظائف محددة، بس جنرال الأديبوسايت لهم هذول ال5 وظائف. أول وحدة storage depots for neutral fats، يعني بنقدر نحكي إنه عندها قدرة تخزينية للنيوترال فاتس، للدهون، بحيث انها تخزن الفاتس على تخزن الطاقة على شكل فاتس. ثاني وظيفة كي ريجوليترز اوف ذا بوديز اوفر اول انرجي ميتابوليزم، يعني لها دور مهم بتوليد الطاقة، تمام؟ اديبوس تيشيو فيلز اب سبيسز بتوين اذر تيشوز، الاديبوس تيشيو ممكن نلاقيه متوزع بين نسيج ثاني، يعني عندنا كونكتيف تيشيو مثلا، هذا الكونكتيف تيشيو ممكن نلاقي جواته هون شوية أديبوس، هون شوية أديبوس تيشيو، هون أديبوس شوية أديبوس تيشيو، تمام؟ فبيكون متوزع بهاي السبيسز جوا نسيج آخر. هذا الإشي بيساعد إنه نحافظ على بعض الأورجانز بمكانها، تمام؟ Keep some organs in place. برضو في خاصية فيزيائية لهذا الأديبوس تيشيو اللي هي توليد الحرارة. أديبوس تيشيو conducts heat poorly، ممكن يولد طاقة، ممكن يولد حرارة عفوا، بشكل مش بشكل كثير يفرق بالجسم، بس بالآخر عندها القدرة إنها تنتج الحرارة. آخر نقطة بحكي لك إنه الأديبوس تيشيو أو الأديبوس سايتس ممكن نلاقيهم بأماكن تكون subcutaneous، يعني تحت الجلد على طول، من هاي الأماكن اللي هي السولز والبالمز، اللي هي راحة اليد وباطن القدم. طيب نيجي على السولز اللي هن باطن القدم. احنا دائما نضغط على اجرينا لما نمشي، طب ليش مش مع الوقت انه راح يتغير هذا النسيج ويتغير شكل اجرنا؟ لانه هذا الاديبوس تيشيو يعتبر شوك ابزوربر، بيمتص الصدمات او اللي هي الضربات اللي بتتعرض لها هاي المنطقه، بالتالي بيحافظ على البادي سيرفيس، على الشيب تبع البادي سيرفيس. زي ما حكينا عندنا نوعين اساسيات للاديبوس تيشيو، بحيث كل واحد راح تتميز عن الثاني بشغله معينه. عندنا اول شيء الوايت اديبوس تيشيو، والثاني اللي هي البراون اديبوس تيشو. الوايت اديبوس تيشو بشكل اساسي عندها وظيفه انها بتخزن الفاتس، تمام؟ هسه راح نحكي عنها لقدام، يعني هاي النقطه الاولى ترتبط ارتباط وثيق مع الوايت اديبوس تيشو. بينما البراون اديبوس تيشو الوظيفه الاساسيه تبعته اللي هي بالنقطه الرابعه، انه عنده القدره ينتج لنا الحراره، يعتبر ثيرمو جينيسيس. خلينا نيجي على الصوره هون. صورة النسيج شفناها قبل شوي فوق، صورة نسيج دهني. لو جينا أخذنا هاي الخلية اللي باللون الأحمر، خليني ألون خلية ثانية زيها عشان نعرف شو اللي أخذناه إحنا. تقريبا أخذنا هاي المنطقة هيك، تمام؟ شوي من النهد اللي هون، هسا راح نحكي ليش، والباقي أبيض. لو إجينا عزلناها وأخذناها كخلية منفصلة، حيكون شكلها كروي، كروية الشكل، تمام؟ هاي الخلية لما تنضغط بتكون بولي هيدرال، يعني بتتغير ابعادها، بينما لما نسوي لها ايزوليشن زي ما حكينا بصير شكلها كروي. لو اجينا عليها في عندنا بلازم برين بحيطها من الخارج، هذا البلازم برين بيحافظ على السيتوسول بالاضافه الى السيل اورجانيلز مثل السيتوبلازم نيوكليوس واشياء ثانيه. النيوكليوس فيها بتكون طرفيه، بتكون بريفيرال، بتكون على طرف الخليه. طيب بما انه النواه طرفيه والاعضاء كلها طرفيه، طب شو اللي باخذ معظم المساحه؟ اللي بيحتل هاي المساحة اللي هو الـ most important structure بهاي الأديبوسايت، اللي هو إشي بنسميه droplet of lipid، نقطة مي، بنشبهها بنقطة المي موجودة بالأديبوسايت. هاي النقطة بتكون الـ droplet بتكون مليانة ليبيدز، تحديدا نوع من أنواع الليبيدز اللي هو الترايجلاسيرايد. طيب هاي الـ droplet موجودة بنص الخلية ومستحوذة على يعني مساحة كبيرة من الخلية. كيف بنثبت هاي الدروبلت متماسكه مع بعض البعض بدون ما تتفكك على بعض البعض؟ عن طريق بروتين اسمه فيمنتين. هذا البروتين بيثبت هاي الدروبلت بيحافظ على علاقتها مع السيتوبلازم. لو جينا على البلازم برين اللي هون، تمام،
هذا البلازما ميمبرين يعني هو اللي بحافظ على أبعاده مع الخلايا الثانية، بحافظ على السيل أورجانيلز للخلية الواحدة. فوق هذا البلازما ميمبرين بنلاقي ثين شيث، طبقة خفيفة جدا من التايب 4 كولاجين. ليش تايب 4؟ أو يعني ليش في كولاجين بالمنطقة أصلا؟ لأنه حكينا إنه الأديبوس تيشو يعتبر نوع من أنواع الكونكتيف تيشو. خلينا نرجع للسلايدات، حكي لك إنه الوايت أديبوس تيشو هو the more common type specialized for relatively long term energy storage، يعني واحدة من أهم وظائفه اللي هي long term energy storage اللي هو تخزين الدهون للمدى الطويل، بحيث إنه متى ما نحتاجها نستعملها. تمام، حكي إنه الأديبوسايت هي عبارة عن spherical shape، يعني شكلها كروي الشكل. متى بتكون spherical؟ إحنا لما نطلع صورة ما بنشوف إشي spherical، إحنا بنشوف إشي غير منتظم. بتكون spherical لما تكون isolated، لما تكون معزولة. تمام، بس لما نطلع عليها جوا النسيج بتكون polyhedral. فالأديبوسايت بشكل عام لما تكون بالنسيج بتكون polyhedral، بس إذا سوينا لها isolation، أخذنا هي الخلية لحالها وشفنا شكلها، بيكون spherical. تمام، هون قاعد بحكي لك عن القطر أو الدايميتر تبع هاي الخلية، إنه يتراوح بين 50 ل 150 مايكرومتر. وبرضه حكيناها إنه بيحتوي على single huge droplets of lipid، في ليبيد على شكل دروبلت، على شكل نقطة، that fills almost the entire cell، تقريبا بيعبي الخلية كاملة. لو نيجي على الصورة هون احنا مش قاعدين بنشوف غير اشي ابيض، وهذا هو الدروبلت. تمام، الـ other cell organelles مش مبينات بالصورة بشكل واضح، احنا ممكن نشوف هون نيكليوس شوية organelles بس مش مبين. يعني هو الموست دوميننت، او اللي هو هاي سنجل هيوج دروبلت، اللي هي هاي سنجل هيوج دروبلت اوف ليبيد، هاي تقريبا بتستحوذ على الانتاير سيل. طيب في شغله خلينا نحكيها من هسه، اللي هي لما نحكي عن الاديبوسايت الوايت اديبوسايت شو بتفرق عن البراون اديبوسايت اللي حنحكي عنها اخر المحاضره. في شغله اساسيه بتفرق، انه هاي الدروبلت او الهيوج دروبلت بالبراون ما بتكون سنجل، بتكون مالتيبل، بيكون في كثير دروبلت من الفات او من الليبت. تمام، فبالتالي الوايت اديبوسايت قلنا فيها سنجل دروبلت، فعشان هيك بنسميها يوني لوكيولر سيل، يعني وان كافيتي، عندها وان كافيتي من الليبت. ليش؟ لانه الترايجلاسيرايد ار ستورد ان ذس سنجل لارج دروبلت، يعني هاي الدروبلت الوحيده اللي بتخزن الترايجلاسيرايد. تمام، most of the cytoplasm in a white adipocyte surrounds the nucleus and contain mitochondria. تحتوي يعني cytoplasm بحيط بالنيوكليوس وبيحتوي على ميتوكوندريا، برضه small Golgi apparatus. في عندك شوية sterni of rough endoplasmic reticulum، وعندك free polyribosomes، في عندك ribosome بشكل free، مش كثار طبعا، كله قليل، لأنه زي ما حكي إنه ال droplets هاي تقريبا تستحوذ على الانتاير سيل. تمام، وبرضه حكينا هون عن بروتين الفيمنتم اللي حكينا قلنا بيحافظ على الاستراكشر بين الدروبلت وبين السيتوبلازم. الليبيد دروبلت سيتوبلازم انترفيرنس اللي هو الالتحام بين السيتوبلازم والليبيد دروبلت، بيتم التحكم فيه او تثبيته بواسطة intermediate filaments بنسميه الفيمنتم. تمام، طبعا احنا حكينا انه الأديبوسايت بشكل اساسي يعتبر connective tissue، بس في حال الأدينوسايت زاد عددهم عن نسبة معينة او كان predominant أدينوسايت هم predominant، بنسمي هذا التشيو أديبوس تشيو. تمام، فالأديبوسايت بتميز عن الconnective tissue العادي انه الطبقة المحيطة فيه بتكون type 4 collagen. تمام، اللي هي surrounded by a thin external lamina containing type 4 collagen. شغلة ثانية انه الوايت اديبوس تيشيو حكينا انه ممكن يكون موزع على شكل جروبس وبيناته connective tissue. تمام، فالوايت اديبوس تيشيو is subdivided into incomplete lobules على شكل اللي هو نحكي بكون شكل غير متكامل by partitions of connective tissue. يعني في عندك connective tissue بيفصل هذول الجروبس او الاديبوس تيشيو جروبس بحيث يخليهم incomplete lobules. تمام، شكل غير متكاملات. تمام، فهذا الconnective tissue بيفصل lobules تبعت الاديبوس تيشيو، بيكون جواته vascular bed فيه اوعية دموية ونيرف نتورك، حتاخذهم اعتقد بالفيسيو
حتتوضح صورة كيف لما يكون في عندك blood vessel، كيف الطبقات اللي بتكون فيه endothelial connective tissue والنيرف والقصص هاي، فيعرفوا انه ما في عندك complete lobules وإنما incomplete lobules. ليش عندنا incomplete؟ لأنه في عندنا connective tissue بيفصلهم عن بعضهم البعض، تمام؟ هاي هيك عندك fat cell مع nucleus مع كل مكونات الخلية، وهون عندك مع بعض هذول بيكون لك adipose tissue مفصولات بواسطة connective tissue هون، connective tissue هون، connective tissue هون، تمام؟ باللون الأزرق هو connective tissue. طيب احنا حكينا انه الاديبوس تيشو يعتبر نوع من انواع الكونكتيف تيشو، بس بنسميه اديبوس في حالات معينة. شو هي هاي الحالات؟ لما الاديبوسايتس تكون بري دوميننت بهذا التيشو، تمام؟ طيب كاديبوس تيشو شو ممكن نلاقي خلايا؟ ممكن نلاقي فايبروبلاست اللي هي المسؤولة عن انتاج الكولاجين، تحديدا الكولاجين اي في اللي هو 4 اللي قلنا بيكون موجود حول نحكي ثين لاير على سطح اللي هي الأديبوسايت. كمان حنلاقي مايكروفاج عشان إذا كان في مسبب مرض، بكتيريا، إشي ثاني، المايكروفاج يعني تتخلص منه. في كمان خلايا أخرى ثانية، تقريبا عدد هذول الخلايا كلياته عدا الأديبوسايت ممكن يوصل نسبته ل50%، تمام؟ هون بحكي لك عن الريتيكولار فايبرز. هذول الفايبرز بيكونوا إشي اسمه الانترووفن نتورك. هاي الانتر ووفن نتورك بتسوي او بتوفر الدعامه لكل خليه على حده، individual fat cells، كل اديبوسايت لحاله بتسوي لها دعامه. وكمان شغله بتسويها هاي الانتر ووفن نتورك انها بتشبك الخلايا بين بعضهم البعض. هاي صوره من النت، ولا اشي من الموجود مطالبين فيه، بس شايفين هذا باللون الاخضر هذا هو اللي بوفر الدعامه لكل دروبلت لحال، نفس الوقت بربطها وبحافظ على دعامة الخلية. طبعا بالحقيقة هذا الحجم كثير كبير يعني، وإنما الدروبلت هي بتكون كثير كبير أكبر من الصورة، وهاي المساحة السيتوبلازم بتكون كثير صغيرة. كمان هاي الانتروفن نتورك بتساعد هاي الخلية على إنها ترتبط مع الخلايا الثانية، تمام؟ حكينا فوق إنه الخلايا بتنقسم، عفوا الأديبوس تيشو منقسم لوايت وبراون. حكينا إنه الوايت بنسميه يونيلوكيولر، يعني فيه سنجل هيوج دروبلت، بينما النوع الثاني اللي هو المالتي نيوكليار اللي حنحكي عنه اللي هو البراون اديبوس تيشو. هسه اغلب الاديبوس تيشو الموجود بالادلت، تمام، بيكون يوني لوكيولر، تمام، اند اتس فاوند ان اند اراوند، موجود داخل وحول العديد من الاورجانز ثرو اوت ذا بودي، موجود بكثير اماكن في جسم الانسان من حيث اعضاء، او يعني سواء كان داخل اعضاء او حول هاي الاعضاء، تمام. طيب الديستريبيوشن تبع الاديبوس تيشو او توزيع الاديبوس تيشو كيف بيكون؟ حسب شو حكيت قبل شوي انه 6 هرمونز هم اللي بيحددوا الاماكن اللي بيروح عليها الاديبوس تيشو. يعني بمرحله التشايلد هود بيكون موجود باماكن متشابهه سواء كان ميل او فيميل. بعد ما تبلش نحكي مرحله البلوغ وال 6 هرمونز يفرقوا، بتصير 6 هرمون تاثر بالاماكن اللي بيروح عليها هذا الاديبوس تيشو، تمام. The distribution of this tissue changes significantly through childhood. يعني بفرق خلال childhood and adult life. تمام؟ وبنسبة معينة يتم التحكم فيه بواسطة the sex hormones, which control adipose deposition in the breast and thigh. يعني عند الفيميلز بتلاقي في deposition لل adipose tissue بهاي المناطق. تمام؟ هسا ثاني موضوع حنحكي عنه بخصوص the white adipose tissue. اللي هو الـ storage and mobilization of lipids، اللي هو كيف بتصير عملية تعبئة الليبيدز جوا الـ white adipose tissue، تمام؟ هسا الليبيد الأساسي اللي بتخزن جوا الأديبوسايت اللي هو الـ triglyceride، اللي هو إذا متذكرين كان جليسرول وثلاثة فاتي أسيد أيام البيض، تمام؟ ثلاثة فاتي أسيد واحد جليسرول مع بعضهم البعض بيعطونا التراي جليسرايد. ليش تراي؟ لانه ثلاث فاتي اسيد، تمام. هذا التراي جليسرايد stored by cells of white adipose tissue can be derived from، يعني في عندنا ثلاث مصادر لتحصيل التراي جليسرايد. اول مصدر اسمه الكايلومايكرونز. شو هذا الكايلومايكرونز؟ عباره عن dietary fat، دهون مكتسبه من الغذاء، تمام، بتروح للاديبوسايت من خلال السيركوليتنج بلاد من الدم اللي بروح بمر بالمناطق الموجود في هذا الاديبوس تيشو، بالتالي بتتخزن على شكل تراي جليسرايد. شو اسمها؟ اسمها الكايلومايكرونز.
ثاني مصدر للترايجلاسيرايد اللي بيغذي الأديبوسايت اللي هو من إشي بنسميه VLDLS، اختصار ل Very Low Density Lipoproteins. هسا بالنسبة للستركتشر تبع الكايلو مايكرونز والفي ال دي ال هسا حنحكي عنه لتحت، بس خلينا نعرف شو هذا الفي ال دي ال. بكفيكم تعرفوا انه في عنا بالليفر ميكانيزم معينة بتنتج لنا هذا الفي ال دي ال، بعدين بنتقل للاماكن اللي بكون فيها هذا الاديبوسايت تيشيو، تتخزن جوا الاديبوسايت تيشيو، تمام؟ طيب لو جينا نتوسع شوي بالفي ال دي ال، هذا الفي ال دي ال احنا بنعرف انه الجهاز الهضمي بيكون فيه أغذية نتيجة الأشياء اللي أكلناها، وبيكون في أوعية دموية بتمتص هاي الأغذية الموجودة بالجهاز الهضمي وبترجعها للقلب عشان يضخها لباقي الجسم. بس قبل ما توصل القلب هاي الأوردة بتمر على الليفر، فالليفر مثلا إذا كان الأكل فيه سم الليفر بيحاول يمتص السم الموجود بالأكل، هاي بنسميها الهيباتيك سيركوليشن. هسه الدم الراجع من الجي اي تراكت من الجهاز الهضمي وطالع للقلب بمر على الليفر، نتيجة هاي المواد حسب الأشياء اللي احنا أكلناها الكبد اللي هو الليفر بينتج لنا ال VLDL اللي هو ال Very Low Density Lipoprotein. برضو هذا في الستركتشر تحت هسه حنحكي عنه، وحنحكي كيف هذول ال VLDL والكايلو مايكرونز كيف بتحولوا لترايجلاسيرايد. الثيرد سورس للترايجلاسيرايد بيكون local synthesis of free fatty acid، بيكون في عندنا free fatty acid بيجوا من الدم بيروح وين على الأديبوسايت نفسها، تمام؟ الأديبوسايت جواتها بيكون جواتها الجليسرول، فبصير عندنا تكوين للترايجلاسيرايد، تمام؟ بس تركيزنا حيكون على أول فنتين. حكي لك كمان إنه المصدر تبع الجليسرول بيكون من الجلوكوز. لو جينا على هذا السلايد بيحكي لنا على الستركتشر تبع الكايلو مايكرونز اللي حكينا هو أول مصدر للترايجلاسيرايد بيكون من دايرتي فود. حلو، أول شيء بدنا نعرف عن الكايلو مايكرونز إنه سمول بارتيكلز حجمه صغير، تمام؟ يعني في عندنا كثير كايلو مايكرونز كلهم حجمهم صغير بس في تباين بالحجم. formed in intestinal epithelial cells، موجود بالإبيثيليال سيلز الموجودة بالإنتستين and المؤتسنة هي بالأمعاء and transported in blood plasma and lymph، يعني بنتقل للأماكن فيها دي بستشيو عن طريق البلاد بلازما اللي هي البلازما بروتين الموجودة بالبلاد مثل الألبومين، بالإضافة إلى الليمف نود أو الليمف فيزلز. طيب هذا الكايلو كايلو مايكرون من شو بتكون؟ بتكون من سنترال كور، يعني في بؤرة بالنص، تمام؟ هاي الكور كومبوزد مينلي بشكل أساس تكون من إيش؟ من ترايجلاسيرايد. لو جينا على الصورة هون هتشوف إشي لونه أحمر في طالع منه ثلاث خطوط، هذا هو الترايجلاسيرايد. بالإضافة إلى small quantity of cholesterol esters، في عندك cholesterol esters موجودات جوا هون مش مبينات كثير بس يعني بكميات قليلة جدا، أصلا متواجد بكميات قليلة جدا. هذا الكور اللي قلنا بتكون من ترايجلاسيرايد وsmall quantity of cholesterol esters محاط بثلاث شغلات، أول واحدة الكوليسترول، ثاني واحدة الفوسفوليبيد، تمام؟ ثالث واحدة اللي هي الأبوليبو بروتينز، أبوليبو بروتينز، تمام؟ هذول الثلاث شغلات كلهم بتكون من طبقة واحدة، طبقة واحدة من الكوليسترول، طبقة واحدة من الأبوليبو بروتين، طبقة واحدة من الفوسفوليبيد، يعتبروا ستابلايزنج إنهم يحافظوا على تجمع الكور هذا اللي هو اللي قلنا ترايجلاسيرايد بشكل أساسي، بحيث إنه يظلوا متماسك مع بعض البعض. هذا بالنسبة للكوليمايكرون. لو جينا على اللايبو بروتين، هسا الإشي الثاني حكينا اللي هو الفي ال دي ال اللي هو ال Very Low Density Lipoprotein، يعني الكثافة الموجودة بهذا اللايبو بروتين قليلة، هذا معنى Very Low Density، يعني اللايبو بروتين اللي هسا راح نعرف الستركتشر تبعه بس الكثافة المواد اللي فيه قليلة. حكينا انه اللايبو بروتين هذا بيكون ناتج من نواتج الليفر. من شو بتكون هذا اللايبو بروتين؟ من اسمه لايبو بروتين، يعني ليبيد وبروتين. لو نيجي نقارن حجمه بالكايلو مايكرونز حنلاقيه انه اصغر من الكايلو مايكرونز، وكمان في شغله يعني هي مخالفه للجمله اللي حكيناها هسه، يعني بما انه سمولر بالحجم الحجم اصغر بالتالي المفروض المواد اللي فيه حتكون اقل، بس فعليا لا، المواد اللي فيه بيكون عددها اكبر، يعني الابوليبو بروتين بيكون اكثر، الكوليسترول بيكون اكثر، والفوسفوليبيدز على السيرفيس اريا بتكون كمان اكثر من الكولي مايكرونز، تمام؟ خلينا نيجي على الصورة هون شوي. هون عندنا الكايلو مايكرون
واللايبوبروتين او الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، تمام؟ بيجي على الشكل اللي هو بتعرفه سفيريكال ان شيب، سواء كان الكايلو مايكرون او البي ال دي ال اللي هو حجمه اصغر شوي، اعتبروه اصغر. هاي الدائره هاي اعتبروه اصغر. بيجي احنا بنعرف حسب اللي حكيناه هسه انه بيتكون من كثير شغلات، منها لايبوبروتين، منها كوليسترول، منها فوسفوليبيد، بس احنا بيهمنا بالاديبوسايت انه نحصل تراي جلاسرايد، تمام؟ كيف بدنا نحصلها من هذول المركبين؟ بيجي عندنا انزيم ركزوا لي على اسمه كثير كثير مهم، اسمه اللايبوبروتين لايبيز، لايبوبروتين لايبيز. طبعا هذا اللي بالصوره هون كابيلري، وعاء دموي بيكون ناقل الكايلو مايكرون او البي ال دي ال، وبيجيبه لعند الاديبوسايت او بوصل لمكان فيه اديبوس تيشيو بحيث ينقل مكوناته للاديبوسايت. بيجي عندك هذا البروتين اللي هو لايبوبروتين لايبيز، بشوف انه في عنده في ال دي ال والكايلو مايكرونز، بالتالي بيحللها بسوي لها عملية اسمها هيدروليزيشن. يعني اللايبوبروتين لايبيز هيدروليز الكايلو مايكرون والفي ال دي ال. لما يسوي لهم هيدروليزيشن شو اللي بنتج عنا؟ بنتج عنا فري فاتي اسيد. هذول الفري فاتي اسيد حجمهم صغير، بالتالي بيدخلوا لوين؟ للاديبوسايت. بيدخلوا بيلاقوا جوا جليسرول، بيكونوا مع بعض تراي جلاسيرايد، بيدخلوا على السنجل دروبلت تبعت الاديبوسايت اللي فيها الليبيد، تمام؟ طيب احنا حكينا في فري فاتي اسيد، لا دخل لقى جليسرول موجود معه وارتبط وكون تراي جليسرايد. هذا الجليسرول من وين اجى؟ لو رجعنا على الكابلري بنلاقي في جلوكوز بالدم مستواه مرتفع، فبالتالي كون لنا الجليسرول زي ما حكينا فوق، والجليسرول لما دخل لقى الفاتي اسيد او الفري فاتي اسيد كون مع بعض التراي جليسرايد. طيب خلصنا من هاي الجزئية، التراي جلاسيرايد تخزن جوا هاي الدروبلت والوضع كله كويس. نيجي على جسم الإنسان، مفيش مصدر للتغذية، الإنسان صار بحاجة طاقة. إذا متذكرين أيام السلولار ريسبيريشن كنا نحكي بدرجة أولى الخلية تستهلك عشان تنتج طاقة الجلوكوز، ما لقت جلوكوز ممكن تستهلك فاتي أسيد، ممكن تستهلك بروتين، أي شيء عشان تنتج طاقة، بس كان الأفضل الجلوكوز. أفرض ما كان في جلوكوز، فبالتالي بتصير تستهلك الفاتي أسيد الموجود بالأديبوسايت. كيف بدها تستهلكهم؟ كيف الميكانيزم اللي بتصير؟ هل دروبلت في عليها سايكليك أم بي؟ بدناش نخوض بهاي التفاصيل لأنها شوي معقدة، بس هو عبارة عن مستقبل، تمام؟ مستقبل بيستنى إشارة سواء عصبية أو هرمونية. طبعا هذا الاديبوسايت، هاي الخليه الدهنيه، بتكون متصله بنيرف بعصب. هذا النيرف بيفرز لنا نور ابينفرين، نور ادرينالين، بيدخل جوا بيرتبط مع السايكليك ام بي، بقول له بدنا طاقه. شو اللي بصير؟ نتيجه ارتباط النور ابينفرين مع السايكليك ام بي ينتج عنا انزيم ثاني اسمه هرمون سينسيتيف لايبيز. الاول كان اسمه لايبوبروتين لايبيز، بيكون بالكابيلاري، بيخلي التراي جلاسيرايد يتحلل ويدخل للاديبوسايت. الانزيم الثاني اللي هو الهرمون سنسيتيف لايبيز بيكون موجود بالاديبوسايت، بحيث انه ينقل التراي جلاسيرايد من جوا الاديبوسايت لبرا للبلاد فيزل عشان ينقله ويروح ينتج طاقه. فبيجي هذا الهرمون زي ما سوى هون، بيسوي هيدروليزيشن للتراي جلاسيرايد، بيحوله الى فري فاتي اسيد والجليسرول، ويرجعوا للبلاد فيزل عشان يطلعوا يروحوا لخلايا ثانيه وينتجوا طاقه. الفري فاتي اسيد كيف بينتقلوا؟ بينتقلوا عن طريق البلازما بروتين. البلازما بروتين بروتينات بتكون موجوده ببلازما الدم. اشهر واحد، اشهر بروتين بيكون موجود ببلازما الدم اللي هو الالبوم، تمام؟ خلينا نقرا السلايدات. حكي لك ان اديبوس تيشو both polymicrons and very low density lipoprotein بيصير لهم hydrolyzation باليومينال سيرفيس، باليومينال سيرفيس بهاي المنطقة هون، تمام؟ of blood capillaries by enzyme، اسم هذا الانزيم lipoprotein lipase. شو نتائج هاي العملية اللي هي الهيدروليزيشن؟ releasing free fatty acid and glycerol. free fatty acid بينفكوا عن الجليسرول بحيث انه ينتقلوا خلال الوول تبع هذا الكابيلاري. الفري فاتي اسيد انتر ذا اديبوسايت باي بوث اكتيف ترانسبورت اند ديفيوجن، سواء باستعمال الطاقه او عن طريق الديفيوجن. بعد ما يدخل الجليسرول والفري فاتي اسيد لجوا الاديبوسايت بصير لهم كومباينيشن ويرتبطوا مع بعضهم البعض،
فبالتالي بينتجون لاترال جلايسيرايز جوا الاديبوسايت. بعدين بصير ديبوزيشن ان ذا جروينج ليبيد دروبلت انتل نيدد، بتدخل جوا الدروبلت او الليبيد دروبلت، بتظلها مخزنه هناك لحتى ما نحتاجها. احنا حكينا انه الليبيد بتكون مخزنه بالاديبوسايت على شكل تراي جلايسيرايد. مثلا اجي هاي الاديبوسايت ستيميوليشن، سواء كان تحفيز عصبي او هرموني، نيرفس اور هرمونال ستيميوليشن، هذا الاستيميوليشن بيجي بيروح على الستورد ليبيدز، الليبيدز المخزنه جوا الاديبوسايت، بسوي له عمليه الموبلايزيشن. عمليه الموبلايزيشن باختصار بتخلي هذا المركب اللي هو التراي جلايسيرايد موفابل، قابل للنقل، انه ننقله من الاديبوسايت للكابلري. شو ملخص عمليه الموبلايز؟ ان التراي جلايسيرايد يعطينا فاتي اسيد اند جليسرول، هذول المركبين عندهم القدره انه ننقلهم للبلد. تمام، بالصورة شفنا انه في عندنا نيرف اندنج، هذا النيرف اندنج بيمثل لنا النيرفس ستيميوليشن. هذا النيرفس ستيميوليشن اجى سوى ريليزنج لنور بنفرين، نور ادرينالين، من النيرف اندنج الموجودة هون عشان يحفز السايكليك ام بي. قلنا بيجي النور بنفرين بيرتبط على السايكليك ام بي وبيحفزه. لما يحفز السايكليك ام بي سيستم شو اللي بصير؟ بصير في عندنا اكتيفيشن لهرمون حكينا اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. هذا الهرمون سنسيتيف لايبيز بالوظيفه بيشبه اللايبوبروتين لايبيز، بس مش بنفس المكان. اللايبوبروتين لايبيز بيكون بالكابيلاري، بينما الهرمون سنسيتيف لايبيز بيكون موجود بالاديبوسايت. متى بصير له اكتيفيشن هذا الهرمون؟ هذا الهرمون بصير له اكتيفيشن لما النور ابنفرين يجي يحفز السايكليك اي ام بي سيستم. طيب هذا الهرمون سنسيتيف لايبيز بيسوي عمليه الهيدروليزيشن للستورد ترايجلاسيرايد، بيخليه موفابل، بيسوي له موبلايزيشن بحيث انه يعطينا فاتي اسيد وجليسرول، بحيث هذول المواد ينتقلوا للكابلري. طيب ليش بدنا ننقلهم للكابلري؟ حكينا عشان هذا الفاتي اسيد يروح يرتبط مع الالبومين. هذا الالبومين بما انه بلازما بروتين بينتقل، بلازما بروتين بالدم معناته بينتقل بالدم، فينقل لنا هذا الفاتي اسيد خلال الجسم ونستعمله كإنيرجي سورس. طيب عندنا هون في شوية هرمونات من أيام البيو برضه، اللي هن أربع هرمونات: الإنسولين، جلوكاجون، والجروث هرمون، بالإضافة إلى الليبتين هرمون. بلش أول شيء بالإنسولين. الإنسولين شو كنا نحكي عنه؟ كنا نحكي عن الإنسولين إنه إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم عالي، يفرز الإنسولين عشان يزيد دخول الجلوكوز لخلايا الجسم. طيب خلايا الجسم بطلت بتقدر تستقبل الجلوكوز لأنها خلاص أخذت حاجتها. الإنسولين بيخلي ما تبقى من الجلوكوز يروح، اللي هو يعتبر طاقة، يروح يتخزن بالأديبوسايت على شكل دهون، على شكل ليبيدز، عشان وقت الحاجة نستعمل، نرجع لجلوكوز ونستعمله كمصدر للطاقة. تمام، بس هون لغة السلايدات صراحة شوي صعبة يعني، فحكي لك يعني خلينا نعيد صياغتها. نحكي synthesis of fatty acids from glucose، تصنيع الفاتي أسيد من الجلوكوز، يعني تحويل الجلوكوز لفاتي أسيد بواسطة الأديبوسايت، هاي الخلية الدهنية. يعني اللي نفهمه من هاي الجملة إنه الجلوكوز قاعد بتحول لإيش؟ لفاتي أسيد. تمام، هاي العملية بتصير بتتسرع بواسطة هرمون الإنسولين. تمام، فالإنسولين بيزيد الأبتيك of glucose into adipocyte and increase the synthesis of lipoprotein lipase اللي قلنا عنه بينتج لنا فري فاتي اسيد عشان يدخل للاديبوسايت. فالانسولين بيزيد تصنيع اللايبوبروتين لايبيز. بالمقابل الانسولين بيسوي انهيبيشن لافراز الهرمون المعاكس له اللي هو الهرمون سنسيتيف لايبيز، فبالتالي بيمنع او بيقلل فاتي اسيد اللي بيتم افرازها من الاديبوسايت، بيزيد الامتصاص تبع الاديبوسايت للليبيد، فبالتالي بحفز عملية الليبيد سينثيسيس، تكوين الدهون. طيب نيجي على الهرمونات اللي عكس الانسولين، اشتغلوا عكس الانسولين، اللي هم الجلوكاجون والجروث هرمون. هذول الهرمونين بروموت ترايجلايسيرايد بريك داون اند ريليز اوف فاتي اسيد. الانسولين قلنا بيزيد الابتيك تبع الاديبوسايت، يعني بيزيد الترايجلايسيرايد اللي قاعد بدخل جوا الاديبوسايت. تمام، هذول عكسه، فبالتالي بيزيد تحطيم الترايجلايسيرايد من الاديبوسايت، من الخليه الدهنيه، بالتالي بيزيد الريليز تبع الفاتي اسيد للبلاد كابيلاري، فبالتالي
بنقل هذول الفري فاتي اسيد لاماكن حيث يستعملوا كسورس اوف انرجي. رابع هرمون عندنا اللي هو الليبتين هرمون. هذا الليبتين هرمون هو بوليبيبتايد هرمون، يتم افرازه من الاديبوسايت، وهو المصدر الوحيد اللي ممكن ينتج لنا ليبتين. الاديبوسايت are the sole source، المصدر الوحيد في جسم الانسان اللي بيعطينا الليبتين. طيب بما انه الاديبوسايت او الوايت اديبوس تيشو صار عنده قدره انه ينتج لنا هرمونات، بالتالي احنا بنقدر نشبه وظيفته بوظائف الاندوكراين جلاند. متى يفرز الليبتين من الاديبوسايت؟ الاديبوسايت قاعده بتستقبل الترايجلاسيرايد من البلاد كابيلاري. لما يزيد الفاتي اسيد ابتيك والجليسرول ابتيك بتصير هاي السنجل دروبلت فليبيد بتصير تتعبى، هاي الخليه بتصير تفرز الليبتين. فالليبتين بيروح على مراكز الجوع في الدماغ بيسكرها بحيث انه يشعر الجسم بالشبع بحيث يوقف الشهيه. هاي اول وظيفه للليبتين اللي هي ينظم الابيتايت، ينظم الشهيه. ثاني وظيفه للليبتين participates in regulating the formation of new adipose tissue. إذا زاد الأبتيك تبع الترايجلاسرايد وزاد حجم السنجل دروبلت اوف ليبيد الموجودة بالأديبوسايت، شو الإشي اللي ممكن يصير؟ هاي السنجل دروبلت مش راح تظلها تتعبى في حد معين، بعدين بتبطل تتعبى. فبالتالي هاي الأديبوسايت بتفرز الليبتين عشان يحفز لنا تكوين نسيج دهني جديد. بآخر جملة بالسلايد بحكي لك إنه حسب حاجة الجسم هل بصير موبالايز للليبيدز، يعني هل بصير له تعبئة جوا الأديبوسايت أو ما بصير لها. يعني بلحظات معينة إذا الإنسان ما أكل لفترة طويلة بصير يحرق من الدهون الموجودة عنده. فمن هاي الدهون الأساسية هي البالمز والسولز اللي حكينا عنهم. هذول البالمز والسولز يعني بحالات الستارفيشن كتير بصير الجسم يستهلك هذول الخلايا اللي يعتبروا أساسيات. يعني قد ما نشفت أنت من الدهون هذول يعتبروا من لازم يكون موجود عندك ليبيدز بالبالز وبالسول. فإذا وصلت مرحلة عالية من الستارفيشن، من مرحلة عالية من الجوع، هذول الدهون ببلشوا يستعملوا كمصدر للطاقة. فبالآخر يعني محصلت عملية الستارفيشن هذول اليونيلوكيلر أديبوسايت اللي هن الوايت أديبوس تيشيو تقريبا بيخسروا all their fat and become polyhedral، بيصير شكلهم هيك غير منتظم. ليش؟ لأنه الخلية بطلت تحتوي على small، بطلت تحتوي على large lipid droplet، وإنما صارت very small lipid لأنه بطل فيها lipid أصلا، كله تحول لطاقة. بآخر شي حنحكي عنه بالوايت أديبوس تيشو اللي هو الهيستوجينيسيس أو كيف تكون، أو اللي هو البريكيرسر تبع الوايت أديبوس تيشو. خلينا أول شيء نأخذ نبذة بسيطة عن الإمبريولوجي أو علم الأجنة. حسب علم الأجنة نعرف إنه الإنسان ببلش من بويضة مخصبة، بعدين بتصير تتضاعف لحتى يعني راح تأخذوها بالإمبريو، هتصير تكون طبقات. من هاي الطبقات طبقة بنسميها الميزينكيميال سيل. هذول الميزينكيميال سيل هاي شكلهم هون، بيصير لهم ديفرينشيشن، بيصير لهم تمايز بحيث يعطونا النوعين من الخلايا، الفايبر بلاست والبري دايبوسايت. البري دايبوسايت، البري دايبوسايت شكلها تقريبا قريب من الفايبروبلاست، يعني لو تشوفوا هاي الزاوية نفس الزاوية تقريبا، بس انه البري دايبوسايت بصير عندك accumulation للليبيدز جواتها، بصير في عندك تجمع للليبيدز، الليبيدز دروبلت اسمهم، جوا السيتوبلازم تبعها. طيب بعد ما يصير في عندك تجمع للليبيدز بيعطينا هذا الشكل، هذا الشكل بنسميه differentiation adipocyte. هسه هاي الديفرنشيشن اديبوسايت تنقسم يا اما لمالتي لوكيولر اديبوسايت او اليوني لوكيولر اديبوسايت. اليوني لوكيولر اديبوسايت اللي حكينا عنها اللي هي الوايت اديبوس تيشو، بس المالتي لوكيولر اديبوسايت هي النوع الثاني اللي حنحكي عنه كمان شوي اللي هو البراون اديبوس تيشو. تمام. فالبري دايبوسايت سيلز هاف ذا ابييرنس اوف فايبروبلاست، تشبه الفايبروبلاست، بات اكيوميليت ليبيد دروبلتس in their cytoplasm، فبالتالي بيصير في عندك اختلاف عن الفايبروبلاست. طبعا التذكير الفايبروبلاست عشان بتنتج الكولاجين. The lipid accumulations are isolated from one another at first، من البداية بيكونوا هذول الدروبلتس بيكونوا مفصلات عن بعضهم البعض، بس بعدين بصير عندك عملية فيوجن لهذول الدروبلت عشان يعطوني single large droplet. تمام. لما يعطيني single large droplet
بنسميها الخلية اليوني الأوكيلر أديبوس تيشو اللي هي الوايت أديبوس تيشو. لو جينا للإنسان في مرحلة الجستيشن اللي هي الحمل، بيخزن الإنسان بيخزن الوايت أديبوس تيشو من لما كان عمره 30 أسبوع، يعني بعد الحمل ب 30 أسبوع ببلش يسوي أكيوليشن لهاي الليبيد دروبلت جوا هذول الخلايا اللي هي الميزينيكاميال سيلز، تمام؟ وقبل الولادة على طول بيكون هذا الأكيوليشن تبع الليبيد ويل ديفلوبد، يتطور بشكل كثير كويس سواء بالخلايا او الاديبوس تيشو اللي بيكون فيسيرال او السبكتانيوس كومبارتمنت. طبعا مش انه مجرد ما الانسان ينولد الاديبوسايت راح تنتج عنده او تتكون عنده، وانما في عنده بصير عنده ديفلوبمنت اوف نيو اديبوسايت بعد بوست نيتالي اللي هو بعد الولاده، وين بتصير هاي التكون تبع الاديبوسايت حول السمول بلود فيزلز، حول الاوعيه الدمويه الصغيره، تمام؟ طيب ليش عند السمول بلاد فيزل تحديدا؟ لانه هاي المنطقه بتكون وفيره بالميزينيكاميال سيل، فهاي الميزينيكاميال سيل بصير لها ديفرنشيشن تتحول للاديبوسايت، بالنهايه تتحول للاديبوسايت. طيب الاوبيزيتي او اللي هو السمنه متى بتصير؟ سهله جدا، لما الانرجي الانتيك الطاقه اللي احنا قاعدين بندخلها لجسمنا تتجاوز الطاقه اللي احنا بنصرفها. يعني انا مثلا ادخل 1000 سعره حراريه لجسمي وبستهلك يا دوب 800، بتحرك بمقدار 800 سعره حراريه، بس في عندنا اكيوميليشن ل 200 سعره حراريه، هذول بيتحولوا على شكل فات او على شكل ليبت، تمام؟ فاذا تكررت هذه العمليه بصير عندي اوبيزيتي. طيب حسب الاوبيزيتي في عندنا نوعين من الاوبيزيتي، اول واحد اللي هو هايبر تروفيك، ثاني واحد هايبر بلاستيك. كلمه تروفيك معناته زياده بالسايز، تمام؟ بينما البلاستيك زياده بالنمبر. حلو. طيب الهايبرتروفيك معناته الاديبوسايت الوحده قاعد بيكبر حجمها، بالتالي بيزيد الدروبلت اللي جواتها، بصير عندنا اوبيزيتي، وهاي الحاله بتصير اكثر شيء بالادلت. بينما الهايبر بلاستيك اوبيزيتي اكثر شيء بتصير بالتشايلدهود، بحيث انه بيزيد النمبر والسايز بنفس الوقت. كان انفولف انكريزز ان بوث اديبوسايت سايز اند نمبر. ليش؟ نتيجه الديفرنشيشن اوف مور بريد دايبوسايت فروم ميزينيكاميال ستيم سيل. يعني بصير عندنا ديفرنشيشن زياده للبري دايبوسايت اللي هن البريكيسر للاديبوسايت، وبيعطينا كثير خلايا دهنيه، فبالتالي بصير عندنا تشايلد هود اوبيزيتي. طيب خلينا نيجي للبراون اديبوس تيشو. تقريبا حكينا اغلب النقاط اللي بتهمنا خلال الشرح قبل شوي. هسه شو راح ناخذ بالبراون اديبوس تيشو؟ هناخذ انترودكشن عنه، انه شو الفانكشن تبعته، ليش لونه بني، شغلات عامه عنه. بعدين راح نحكي عن الفانكشن الاساسيه تبعته اللي هي قلنا ثيرموجينيسيس توليد الحراره، وثالث شيء حنحكي عنه اللي هو الهيستوجينيسيس للبراون اديبوس تيشو، وهي نقطه غطيناها لما شرحنا الهيستوجينيسيس تبع الوايت اديبوس تيشو. البراون اديبوس تيشو كونستيتيوتس 2 to 5% of the newborn body weight. يعني لو طفل رضيع هسه مولود، نسبة البراون أديبوس تيشو بتكون 2 to 5% النسبة، وليس يعني هي نسبة، فبالتالي الكمية هي ثابتة، كمية البراون أديبوس تيشو تقريبا ثابتة. فهذا نحكي هاي النسبة من 2 to 5% وين بتكون متركزة أكثر شيء عند النيوبورن؟ بتكون أكثر شيء بالباك نيك شولدرز. بس مع الوقت هاي النسبة راح تقل في جسم الإنسان خلال مرحلة الشايلدهود وخلال مرحلة الأدوليسنس. In adults it's found only in scattered area، بكون موجود بأماكن مبعثرة مثل الكيدنيز، أدرينال جلاندز، أيورتا والميديا ستاينم اللي هي نحكي التجويف تبع القلب، المنطقة تبعت القلب. طيب شو السبب اللي بيخلي هذا البراون أديبوسايت لونه بني؟ في عنا سببين بيعطوا هذا اللون البني للبراون أديبوسايت. اول سبب الابندنس ميتوكوندريا، في ميتوكوندريا موجوده بشكل كبير بهاي الاديبوسايت. ثاني سبب انه منطقه البراون اديبوسايت تيشو بتكون مليانه بالبلاد كابيلاريز. فحكي لك انه الكالر في البراون اديبوس تيشو او البراون فات بيكون سببها الاول شيء اللي هو الفيري ابندنت ميتوكوندريا، بتكون سكاترد، بتكون مبعثره among the lipid droplet. يعني زي ما انتم شايفين بالصوره هاي،
هاي باللون الابيض هي الليبيد دروبلت، حكينا البراون اديبوسايت بتكون مالتي لوكيولر، يعني في عندك اكثر من ليبيد دروبلت جواتها، فبيكون في عدد كبير من الميتوكوندريا مبعثر بين هذول الليبيد دروبلت، تمام. والسبب الثاني اللي هو اللارج نمبر اوف بلاد كابيلاريز ان ذس تيشي. هون برضه حكي لك انه الاديبوسايت اوف براون فات كونتين ماني سمول ليبيد انكلوجنز، في عندها كثير دروبلت اوف ليبيد صغار كثير، وعشان هيك بنسميها المالتي لوكيولار، مالتي لوكيولار اكثر من كافيتي فيها ليبيد. طيب شو الوظيفه الاساسيه تبعت البراون اديوس تيشو؟ الوظيفه الاساسيه تبعت البراون اديوس تيشو اللي هي الهيت برودكشن، توليد الحراره. طب شو الاسباب الموجوده بالبراون اديوس تيشو بتخليه قادر على انتاج الحراره؟ اول سبب انه في عنده عدد كبير من السمول ليبيد دروبلت. ثاني واحد اباندنت اوف ميتوكوندريا، هسه راح نحكي ليش في اباندنت بالميتوكوندريا. ثالث سبب ريتش فاسكلتشر، يعني هاي المنطقه بتكون مليانه بالكابيلاريز. فهذول الثلاث اسباب بيخلوا البراون اديبوس تيشو من اهم وظائفه اللي هي الهيت برودكشن. هون في صوره اعتقد بالسكاننج الكترون مايكروسكوب بتفرجيك الفرق بين الوايت والبراون اديبوس تيشو. الوايت زي ما احنا شايفين سفيريكال ان شيب، بينما البراون بيكون شكلها بولي جونال. سيلز اوف براون اديبوس تيشو بيكون شكلها بوليجونال زي ما حكينا، مضلعه زي ما انتم شايفين بالصوره هون، هيك شكلها تقريبا سداسي، او يعني بغض النظر انها لها اضلاع كثيره. طيب لو جينا نقارن بين وايت وبراون اديبوس تيشو حنلاقي انه الوايت اكبر من البراون اديبوس تيشو، تمام؟ يعني بشكل عام البراون اديبوس تيشو سمولر ذان سيلز اوف وايت اديبوس تيشو. طيب لو جينا على هذول البراون اديبوس تيشو وجينا نطلع على السايت بلازم تبعهم، حنشوف انه في عدد كبير من الليبيد دروبلت زي ما حكينا قبل، بس هدول الليبيد دروبلت غير انه حجمهم صغير مقارنه بالليبيد دروبلت الموجودات بالوايت اديبوس تيشو، برضه هدول الليبيد دروبلت الموجودات بالبراون بيكون في اختلاف بالحجم تبعهم، يعني ممكن تلاقي واحد شوي كبير وواحد شوي صغير، تمام. وشغله ثانيه مهمه انه النيوكلياي بتكون موجوده سنترالي مش بريفيرالي زي ما حكينا بالوايت اديبوس تيشو. طيب احنا حكينا انه البراون اديوس تيشو واحدة من اسباب تسميته بالبراون او انه بيبين عليه هذا اللون، انه بيكون موجود باماكن فيها كابيلاريز، تمام. فالاديبوسايتس اوف براون فات بالعاده بتكون موجوده حول المناطق اللي فيها لارج كابيلاريز. في شغله هون متشابهه بين البراون والوايت اديوس تيشو اللي هي انه هذا التيشو بيكون سب ديفايدد باي بارتيشنز اوف كونكتيف تيشو، مجزأ بواسطة أجزاء من الكونكتيف تيشو، بحيث يخلي هذا التيشو يبين على شكل لوبيولز. بس في اختلاف بسيط بينه وبين الوايت، اللي هو إنه هذا السب ديفيجنز أو هاي الانقسامات اللي بيكون بين كل لوبيولز ولوبيولز كونكتيف تيشو بتكون واضحة أكثر من الوايت أديبوس تيشو. نيجي على الفانكشن تبعت البراون أديبوسايت. أول إشي خلينا نحكي عن المين فانكشن اوف ذا مالتي لوكيولار اديبوس سيلز، خلينا نحكي عن الوظيفة الأساسية له. الوظيفة الأساسية زي ما حكينا إنها تنتج لنا حرارة ثيرموجينيسيس، بس في بجسم الإنسان يعني لما الإنسان ينخفض درجة حرارته بيكون في عندنا ميكانيزمز يولدوا الحرارة للجسم. هسا هذول الميكانيزمز بينقسموا لشيفرينج أور نون شيفرينج. شيفرينج يعني عن طريق الارتجاف، إنه الجسم يصير يرتجف يولد لنا حرارة، أو في ميكانيزم ثانيات بيولدوا حرارة بس بدون ما يصير في عندنا ارتجاف. فالبراون اديبوس تيشو يعتبر من النون شيفرينج ثيرموجينيسيس. طيب خلينا نحكي شوي عن ايش، عن الفاتي اسيد. الفاتي اسيد بالوايت قلنا بيكون مخزنات جوا الليبيد دروبليت على شكل ترايد جليسرايد، بيجي لنا هرمون اسمه الهرمون سنسيتيف لايبيز، بيجي بيسوي هيدرولايزيشن لهذا التراي جليسرايد بحيث انه يحول لفاتي اسيد وجليسرول ونوديه برا الاديبوسايت. هذا بالنسبه للوايت. بينما بالبراون اديبوسايت كيف نستعمل الفاتي اسيد عشان نولد حراره؟ بيكون في عندنا ليبريتد فاتي اسيد، فاتي اسيد على شكل حر مش مرتبطات مع جليسرول، تمام. شو بيسوي هذول الليبريتد فاتي اسيد؟ هذول الليبريتد فاتي اسيد ما بصير لهم ريليزنج زي ما بصير بالوايت اديبوسايت، وانما بصير لهم ميتابوليزم، بصير له عمليه ايض. كيف انه بصير لها ميتابوليزم؟ ان هاي الفاتي اسيد ممكن ينضاف عليها إشي بغيث انه يغير الاستراكشر تبعتها، يغيرها، ممكن انه نقطعها لاكثر من قطعه بغض النظر شو عمليه الايض، يعني انه نعدل على الاستراكشر تبعتها. شو الهدف من هاي العمليه؟ الهدف من هاي العمليه انه نستعمل الاكسجين. الهدف من هاي العمليه انه نزيد الاكسجين كونسامبشن او استهلاك الاكسجين اللي بيصير في هاي الخليه.
طيب قبل شوي حكينا من الاشياء اللي بتساعد بالهيت برودكشن اللي هي الابندنس ميتوكوندريا، وجود عدد كبير من الميتوكوندريا. ليش عدد كبير من الميتوكوندريا؟ عشان الميتوكوندريا تزيد كمان الاكسجين كونسامبشن، يزيد استهلاك الاكسجين، فهذا الشيء بيساعد بالهيت برودكشن. This rises the temperature within the tissue. هذا الشيء، هذا هاي العمليه بتزيد الحراره جوا هذا النسيج الليبران اديبوس تيشو. وحكينا انه الليبران اديبوس تيشو بيكون موجود باماكن فيها لارج كابيلري، بتصير درجه الحراره فيهم شوي عاليه، فبدفي فهذا الاديبوس تيشو بدفي المنطقه المحيطه بالتيشو. وكمان شغله انه بدفي السيركوليتنج بلاد بحيث انه يروح لاماكن ثانيه وهو دافي. احنا حكينا انه وجود عدد كبير من الميتوكوندريا جوا السيتوبلازم تبع هاي الخليه. طيب ليش بيزيد الاكسجين كونسبشن؟ لانه في عندنا ترانز ممبرين بروتين، يعني هاي الميتوكوندريا هيك في بروتين بيكون مخترق الغلاف زي هيك. هذا البروتين اسمه ثيرموجينين، ثيرموجينين من اسمه يعني قريب من كلمه ثيرموجينيسيس، تمام؟ عشان هيك سموه ثيرموجينين. او الاسم الثاني اللي هو اليو سي بي 1 انكابلينج بروتين 1. هذا البروتين اللي دور اساسي بنحكي انه الميتوكوندريا تشتغل بشكل مضاعف، وانها تسوي ميتابوليزم بشكل اكبر، وانها تزيد الاكسجين كونسبشن عشان يعطينا حراره. اخر موضوع راح نحكي عنه اللي هو الهيستوجينيسيس في براون اديبوس تيشو. لو نرجع الصوره اللي هون، حكينا بالهيستوجينيسيس تبع الوايت اديبوسايت انه بيكون عندنا ميزينوكاميال سيل اللي هي تعتبر امبريونيكال سيل، نوع من انواع خلايا اثناء الحمل يعني، بصير لها ديفرنشيشن لفايبروبلاست ولبريدايبوسايت. البريدايبوسايت مع الوقت تتميز لديفرنشياتينج اديبوسايت. هاي الديفرنشياتينج اديبوسايت يا اما بتعطيني يونيلوكولار اديبوسايت اللي هي الوايت حكينا عنها، والمالتيلوكولار اللي هي البراون. هذا المفروض حكي عارفينه وحكيناه قبل شوي. اللي بدكم تعرفوه انه البريدايبوسايت لما تصير ديفرنشياتينج اديبوسايت، اول نوع من الخلايا ببين اثناء نحكي الحمل اللي هو المالتيلوكولار اديبوسايت. نرجع نقرا من السلايدات. The brown adipose tissue also develops from embryonic mesenchyma، اللي هي واحدة من طبقات اللي بتكون موجودة عند الجنين، تمام؟ With cell developing as a growing pre-adipocyte، مادام خلية يعني الخلايا المزينكيميا cells بصير pre-adipocyte. نيجي على السلايد هون. The brown adipose tissue also develops from embryonic mesenchyma، هاي اسم الطبقة اللي بتكون موجودة عند الجنين واللي بتتميز عشان تعطينا pre-adipocyte وتعطيني آخر شيء brown adipocyte او براون اديبوس تيشو. ما دام هاي الطبقه بصير لها ديفلوبينج، بصير لها ديفرنشيشن، تعطيني البري دايبوسايت. هاي البري دايبوسايت قلنا بتصير ديفرنشياتينج اديبوسايت، يا اما بتعطيني مالتي لوكيولر او يوني لوكيولر. المالتي لوكيولر اللي هي البراون ايمرجز ايرليير ذان وايت فات ديورينج فيتال ديفلوبمنت، يعني بيبينوا قبل الوايت خلال مرحله الفيتال تطور الجنين. حكينا انه بجسم الانسان بيكون في نسبة 2-5% من البادي ويت للفيتال للجنين اول ما ينولد، تمام؟ احكي لك انه in humans the amount of brown fat بيكون في له maximal relative to body weight at birth، يعني بيكون في له نسبة محددة او يعني حد اعلى ما بتجاوزه من البادي ويت عند الولادة للجنين. طيب هذا البراون اديبوسايت لما يصير ينتج لنا حرارة يشتغل كثيرمو جنريتر. متى بيصير ثيرمو جنريتر؟ بمرحلة الشايلدهود تحديدا، وبيزيد شغله أثناء الشايلدهود، تمام؟ فبالتالي ثيرمو جينيسيس is most needed بالشايلدهود، فبصير يختفي، بصير له partial disappears by apoptosis اللي هو موت الخلايا المبرمج، بصير يحفز انه الأديبوسايت هاي او البراون أديبوسايت انها تموت. طب احنا حكينا انه هذا البراون عنده القدرة على انتاج الحرارة، فيعني كل ما زاد قدرته على انتاج الحرارة زادت الاكتيفيتي تبعده. فهسا الناس بينقسموا لناس عندهم الاكتيفيتي تبعت البراون عالية او واطي. اكثر ناس عندهم الاكتيفيتي اوف براون فات بتكون عالية باللين انديفيدجوالز، بالناس الانحاف. طيب هسا حكينا انه هذا البراون اديبوسايت بكون اكثر شيء منتشر اثناء نحكي ات بيرث، متى ممكن يرجع يبين في جسم الانسان او يظهر بشكل اكبر؟ بيظهر بشكل اكبر عند الناس اللي بيعيشوا باماكن باردة، بحيث الجسم يحاول يسوي ادابتيشن لا الجسم الإنسان يتكيف مع هذا الجو البارد، فبصير ينتج لنا براون أديبوسايت. The number of brown adipocyte increases during cold adaptation in adults. طيب الإنسان بده يتكيف مع البرد، وين هذا البراون أديبوسايت بده يكون موجود؟ حيكون على شكل كلاسترز، على شكل مجموعات مالتيلوكيولر سيلز، يكون بين الأديبوسايت تشي والوايت أديبوسايت تشي.
يعني مثلا ان هذا نسيج كبير من الوايت اديبوسايت تيشو، تمام، وانه هون كمان نسيج كبير من الوايت اديبوسايت تيشو، بكون بيناتهم نسيج من البراون اديبوسايت تيشو. طيب شو اللي بحفز الاديبوسايت انها تتميز لبراون اديبوسايت؟ الاوتونوميك نيرفس، الاعصاب هي اللي بتحفز هاي الاديبوسايت انها تصير لها ديفرنشيشن، وبالتالي يعني احنا قلنا الخلايا اللي بتكون اصلا موجوده في جسم الانسان بصير لها ابوبتوسيس، فبرضه الاوتونوميك نيرفز هي اللي بتمنع الابوبتوسيس لهذول البراون فاتس. هيك اعتقد حنكون خلصنا. وفي هذا الجدول اللي حطيته هون، صراحة هذا الجدول بيلخص كل شيء حكيناه، ارجعوا هسه شوفوه اقروه، حتشوفوا انه كل هذا حكيناه. يعطيكم العافية جميعا وبالتوفيق.